السؤال 91 يا شباب، عندي جي اكس اعطيني اياه هو اكس على 5 ومطلوب مني اف جي ناقص 1 للعشرة. هذا بكل بساطة هو اف لجي ناقص 1 للعشرة. مين اللي صورته 10؟ تذكروا شو يعني جي ناقص 1 للعشرة؟ يعني مين اللي صورته 10؟ واضح بكل بساطة هو 50، لأنه إذا بتحطوا جي 50 بطلع لي 10. معناتها هاد كأنه أحسب اف الخمسين. اف الخمسين هي 4 ب 50 أس 2 زائد 3، يعني 4 ضرب 2500 زائد 3 اللي هي 10003، يعني الجواب هو جي. جي ناقص 1 للعشرة إذا ما عرفنا نحسبه، يعني أنا ما خطر لي شو هي جي ناقص 1 للعشرة، ما خطر لي. بقول مين اللي صورته 10، بكتب اكس على 5 يساوي 10، هذا بيعطيني اكس تساوي 50، بكون طالعت مين اللي صورته 10. طريقة ثالثة ما خطر لي هيك، بدي جين ناقص 1، هذا حفظانينه نحن جين ناقص 1، جين ناقص 1 لاكس بشكل عام، بتعرفوا هاي الصيغة اكس على 5 بنعرفه، هذا 5 اكس اصلا، بصير تتابع العكس اللي له، معناتها جين ناقص 1 للعشرة هو 5 ضرب 10 يعني 50. فشلون ما عملنا؟ شو الطريقة اللي بدكم إياها بنحل فيها السؤال أكيد؟ نجي على سؤال بعده. أنا بمشي من تحت يعني الأسئلة اللي تحت قدامي. سؤال مثلا 90 يا شباب. سؤال 90 عندي اف او اش اكس أو اش اكس زائد 7، إيه أحمد؟ الأسئلة بالأول عم تجي أصعب، بيكونوا أسئلتهم دوك إز مايس ويلدز تكنيك. نرجع حل عليهم إذا بدكم، ما في عندي مشكلة، يعني بحل هول ثلاث أسئلة ونصير نحل من فوق، ما في أي مشكلة يعني، تمام؟ تمام أستاذ. يلا، هاد شو صيغته؟ هاد كأني عم بقول لي إف لأش إكس تساوي أش إكس زائد 7. يعني كأنه إذا شلت أش إكس حطيت محلها تي يا شباب كمثال، هي تي زائد 7، مو صح؟ يعني اف ناقص 5 هي ناقص 5 زائد 7، اف الواحد هي 1 زائد 7، اف الجي جي زائد 7، اف اش اش زائد 7، يعني الصيغه العامه للتابع اصلا اف لتي تي زائد 7. عند عوضت ناقص 5 طلع 2، عند عوضت 1 طلع 8، فيعني جواب 2 زائد 8 10. تمام شو سويت؟ بس طلعت صيغه عامه. لاحظوا اش اكس يعني شو ما كان اش بصير. فانا اخترته التابع البريم، شو هاد بريم فونكسيون؟ يعني اش اكس هو نفسه اكس، شلت الاش كلها. اعتبرت اش اكس هو اكس. سهلت حالي الشغل. السؤال اللي جنبه بده اف 0 واف 5 واف 7 مجموعهم 17 واحسب ك. طيب نحسب اف 0. اف صفر لازم نحسبه من اول شيء لانه الصفر اصغر من 2، اي اف صفر ولا صفر ناقص 3 ناقص 3، ممتاز. اف الخمسة اصغر او يساوي 5، معناتها نحسبه من هاي الصيغه الثانيه، ما هن مرتبينهم ترتيب كانه. اف الخمسة عدد ثابت 6. اف السبعة ولا 7 اكبر من 5، نعوض هون. هي 7 اس 2 49 زائد ك. ممتاز، هو مجموعهم يعني ناقص 3 زائد 6 زائد 49 زائد ك لازم يطلع 17 حسب الحكي. تعالوا نجمعهم، ناقص 3 و6 بيطلع 3، 3 و49 52 زائد ك يساوي 17، يعني هذا 17 ناقص 52 يعني يساوي ناقص 30 35 بالطرح، يعني هذا الجواب هو الجواب الصحيح. واضح شو اشتغلت يا شباب؟ هيك كأمثلة يعني، بس هيك مشان ننطلق نحن. غير طريقة التجريب يعني جيل واحد، أنا فيني أقول بكل بساطة من أول شيء إنه F لجيل X تساوي 3X. بعدين أقول F جيل X شو تساوي؟ والله F الـ X 2X ناقص 1، F الـ T 2 تي ناقص 1، اف الجي هي 2 جي ناقص 1،
وهيك بقول معناتها 2 جي اكس يساوي 3 اكس زائد 1. معناتها جي اكس هي 3 اكس زائد 1 على 2. وهيك بكون اوجدت يا شباب صيغة عامة لجي. شو ما كان جيل 1 جي 2 جي 3 شو ما كان. والصيغة بسيطة فعليا. طبعا مع جيل 1 سهل عند في ارقام اسهل بكتير. هلا بكل بساطة انا بدي جيل 1 فثلاثة بواحد ثلاثة زائد واحد أربعة اثنين يعني الجواب مرة تانية هو اثنين يعني الاختيار ج هو الاختيار الصحيح. السؤال شلون فكرته؟ عندي بتعرفوا انتو القانون تبع الناقص واحد تتوزع هاد كأنه عقلي احسب F O لG X لأنه الناقص واحد تتوزع من ناحية وبفتلو يعني G بتصير محلها F و F بتصير محلها G. تمام يعني F أو G X أنا ما عندي G X فيني أحسبه G ل X تعرفوا منشيل X زائد واحد منحط محلها X ومنحط محل ال X اللي هون التابع العكسي الترس تبع X زائد واحد اللي هو X ناقص واحد يعني 2 X ناقص واحد ناقص 3 يعني هاد شو يساوي بس مشان اضبطه 2 x 2 بناقص 1 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 5 هذا صار فيني اعوض هذا f ل g x يعني f 2 x ناقص 5 يساوي 1 على 2 x ناقص 5 يعني الجواب ب هو الجواب الصحيح. سؤال 19 هي فكرة الأوزيل تكنيك انه انا اف اكس زائد واحد شو يساوي؟ هو بكل بساطة 3 قوة اكس زائد واحد زائد واحد. هذا اللي ببين علي يعني. مين من الاجابات هو 3 قوة اكس زائد واحد زائد واحد؟ هذا صار السؤال يعني. هلا فيني اصلا احسبهم انا يعني مثلا على هاد 3 ب اف اكس مثلا دي هو 3 بمين؟ 3 قوة اكس زائد واحد ناقص 2. يعني 3 قوة X زائد 1 زائد 3 ناقص 2 يعني 3 قوة X زائد 1 زائد 1 فالجواب مثلا دي. تمام؟ أجرب البقية طبعا يعني 2 ب 3 قوة X زائد 1 ناقص 2 وطلع لي 2 ب 3 قوة X ناقص 2 زائد 2 بس هيك فواضح أنه ما هو. أنا مثلا جربت الدي طلع معي بالصدفة صح يعني. تمام؟ شو الطريقة؟ الطريقة العامة للحل نحن نسميها، شو الطريقة الفكرة الأساسية؟ هلا أنا بدي تتعود على التجريب، التجريب مفيد بهيك حالات إذا ما خطر لي شو أساوي يعني؟ يعني إيش أساوي؟ أروح أجرب، شلون يعني؟ يعني أنا مثلا بجي بحط قيمة لـ X. طبعاً التجريب لازم تكونوا سريعين بالتجريب، هاي الفكرة الأساسية بالتجريب كمان. يعني مثلا جيت حطيت محل X صفر كمثال ها. F الصفر تعرفوا يساوي 3 قوة 0 1 زائد 1 2 معناتها انتم بتعرفوا هلا انه يطلع لي اف 0 2 انا عندي اف الاكس زائد 1 بدي يطلع لي اف 0 بحط محل الاكس ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 فبيطلع لي هون هذا يساوي 2 معناتها مين اللي اجابته 2 هو اللي صح لازم يكون. لاحظوا كلهم بدهم حساب اف ناقص واحد رح احسب اف ناقص واحد هون بس مشان نحسبه 3 اس ناقص واحد زائد واحد يعني 1 على 3 زائد 1 يعني 4 على 3 معناتها ب ا عندي رح يطلع 2 ضرب 4 على 3 ناقص 2 ب ب رح يطلع 4 على 3 زائد 1 ب ج رح يطلع 2 ب 4 على 3 بداية رح يطلع 3 ب 4 على 3 ناقص 2 هون 9 ب 4 على 3 زائد 3 هلا واضح ب 2 ب 4 على 3 ناقص 2 ما رح يختصروا ما رح يطلع 2 4 على 3 زائد 1 واضح ما هي 2 2 ب 4 على 3 8 على 3 3 ب 4 على 3 بطلع 4 ناقص 2 مقبول و 9 ب 4 على 3 بطلع 3 ب 4 12 و 3 15 مرفوض. فالجواب بكافة الأحوال هو دي. لاحظوا أنا جربت قيمة صفر ممكن تشوفوا طلعت لي كسر. حلا ممكن واحد يحط واحد محل X واحد بطلع له F الواحد 4 بجي هون بجرب محل X صفر. فالتجريب
قابل او طريقه ممكن انا بعتبرها طريقه سهله للحل للي ما عنده التقنيه بشكل قوي تخطر له. يعني ما خطرت في الفكره شو حساوي، انا شلون راح انتقل من هالشكل لهالشكل. وعاده اللي بكون قوي بالتجريب حل التمارين بيطلع عليه سهل كتير. هلا السؤال فكرته بسيطه، هو بس خدعه يعني فعليا، يعني انه حاطين خدعه زياده. تمام احمد وصلت اجابتك. اف واف ناقص واحد بروحوا مع بعض يا شباب، هذول الكب. يعني المطلوب هو فقط جي ناقص واحد لل 16. مين اللي صوته 16؟ يعني جي اكس مين راح يطلع 16؟ بمعنى 2 قوه اكس زائد 1 تساوي 16. يعني هذا لما اكس زائد 1 تساوي 4، يعني اكس يساوي 3 الجواب. فهذا فعليا سؤال شو بسميه خدعه، يعني انه اف على الفاضي راح احله بالتجريب انا مثلا، او بالطريقه العامه اذا بتكون انا راح احل بالتجريب هلا. راح اقول بكل بساطه اجرب الصفر مثلا، اف الصفر 3 قوه صفر 1 زائد 1 2، معناتها اف الصفر لازم يطلع 2. طيب شلون بدي احسب اف الصفر هون؟ باجي بعوض محل اكس 1، اي 1 1 1 1 بكل بساطه. تمام معاذ وصلت الإجابة. فيا شباب أنا بدي أحسب F1 ومشان أحسبهم للكل. طيب هاي بس F1 أحسبه على طرف، 3 أس 1 زائد 1 يعني 4. يعني أجرب أحط محل ال F1 4، 2 ضرب 4 ناقص 2 بطلع لي 6، ما بزبط معي. يعني طبعا رح يطلع F0 ها، اتفقنا. طيب بعده 3 ب اف 1 يعني 3 ب 4 12 زائد 1 13، ما بزبط. 2 ب اف 1 8 ما بيمشي حاله. 2 زائد 4 6 على 3 2 مقبول حاليا. 1 زائد 4 5 على 2 مرفوض. معناتها الجواب بكل بساطه هو الجواب دي، يعني الاختيار لا.